السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها المتابعون الكرام في قناة الأستاذ نور الدين عزام التعليمية، أستاذ محاضر بجامعة الأخوة من توري قسنطينة ومرافق سابق في خلية التعليم عن بعد بجامعة الأخوة من توري قسنطينة. في نهاية هذا الفيديو إن شاء الله راح تكونوا اتعلمنا كيفاش نرسم إنكارت كونسيبتوال على برنامج في. راح نكونوا تعلمنا كيفاش ننشئ خارطة ذهنية في برنامج في. تكلمنا في فيديوهات سابقة على الأشياء اللي تكون في الكارت كونسيبتوال وأعطيناكم بعض الأمثلة. اليوم إن شاء الله راح نجسدوهم في برنامج في. قبل لا نبدأ هذا النشاط يعني راهو يعني ممكن راهو تغلق لأنه عنده مدة زمنية محددة ويتم إغلاق. كما تعرفوا باللي في المنصة راح يعطيكم ديما بيريود معينة تنجزوا فيها الأعمال تاعكم. أنتم إسيو دائما باش تنجزوا الأعمال تاعكم يعني في بداية المرحلة، خوفا من انقطاع الانترنت والله يعني صرا يعني ساتيراسيون في المنصة. نفضل دائما نكونوا من الاوائل، يعني في الاول بعد تلا فورماسيون نبدا تيليشارجي لي دوكيمون تاعي اللي قال لي ونقراهم ونتبع لي زيتاب خطوه بخطوه ونديبوزي لو طرافاي تاعي في الوقت. اللي ديجا حط لو طرافاي تاعو هاو حطو، دوك ينتظر مرحله التقييم. راح لي فالياتور تاعكم المرافقين راهم يهزوا لو طرافاي تاعكم، عندهم بيريود تاني هما يديروا لها لي فالياسيون ويحطوها لكم، يعاودوا يبعثوا لكم لي رومارك على لو طرافاي تاعكم. انتوما بطبيعه الحال توليو تكوريجيو في هذوك لي رومارك اللي عطاوكم وتعاودوا ديبوزيو لا كارت كونسيبتوال اميليوري يعني المحسنه بعد الملاحظات. اللي ما عندوش ملاحظات ما يعني ما يروحش يزيد يدير لاميليوراسيون. لا كارت كونسيبتوال تاعنا مهما يكون راح تبقى دائما في اميليوراسيون حتى لاخر يعني يوم في هذا التكوين، وهو يوم الاسبوع الرقمي يعني من نقول سبتمبر الجاي ان شاء الله. الجماعة اللي مازالت ما ديبوزاتش يبداو يعني يكملوها وينتظروا مرحلة إعادة فتح المنصة من أجل وضع مباشرة العمل المحسن يعني لو ترافاي أميليوري. دونك نبداو نفتح برنامج في، نضغط عليه مرتين راح يتفتح لي البرنامج. هو برنامج مجاني متاح للجميع. نقدر نرسم يعني بدوتر لوجيسيال كيما الباور بوينت ولا بالدوتر لوجيسيال، لكن لي الافضل يعني يرسم برنامج في لانه خاص ب لي كارت كونسيبتوال. نفتح الصفحه الاولى. كما تعرفوا لازم يكون عندي نموذج نرسم زيو، مثلا هذا النموذج. هذا النموذج اولا لازم يكون عندي في الوسط هنا اسم يعني هذا الموديل اللي راح تقريه انت. لا كارت كونسيبتوال لازم تكون عندها علاقه بالدرس اللي راح ديبوزيه انت في هذا لا بلاتفورم يعني تاعو هو بداتو، ماشي تروح دير كارت كونسيبتوال تحكي على حاجه والدرس يحكي على حاجه، لا لا تاعو هو بداتو. دونك هنا في الوسط نضغط هنا في لي فورم، خير هذه مثلا، ثم نضغط هنا ونضغط هنا، نختار اللون مثلا اللون الفاتح. هنا تشوفوا الالوان الفاتحه بتبان و لا نديرو يعني كولير يكون غامق. ايضا ليبيسور تاعو هنا يقدر يكون كبير، ليبيسور تاعو مثلا كات، وهنا نوع الخط. هنا الكتابة
يعني طريقة تيب دو تكست، يعني تقدر تكتب مثلا تايم يا رومان، يعني تحوس عليه وتكتب تايم نورمان، ولا تخليها بالاريا، ولهنا لا طاي تاع الكتابة. دونك لهنا راح نكتب مثلا بيان سور الكتابة بالأسود وتكون قرا هنا. دونك نقدر ندير اونتري هنا كيما راهي، هذه ديسان اسيستي بار اورديناتور. فوالا، نقدر ندير شوية في الكتابة نكبرها. فوالا، تلاحظوا جات الكتابة تاعي. أيضا نروح للنيفو دو، نيفو دو يكون عندهم ميم كولير، مثلا كور اي تي بي. دونك هنا كور اي تي بي لا فورم تاعها هي هاد لا فورم، مثلا هنا هنا راح يحافظ ليدي مع لا فورم الاخرى. انا راح نديرها بدوتر كولير، مثلا نديرها بهذه و لهنا نديرها بهذا الكولير. هنا نقص شوية في الكتابة، ما تكونش كيف كيف ميم نيفو، مثلا نكتبها بالفانتايا ولا يعني الأقل، تكتب له كور اي تيبي. فوالا، هنا يفيدك انت يعني لي كولير هادو، يفيدك هنا تموديفي كيما تحب. شوف كيف موديفي كيما تحب. ايضا هنا لي بيسر يكون قل شوية، يعني يجي تدرج. هنا تقدر تكبر دير له 5. فوالا، هذه فيما يخص يعني الخانة الأولى. تقدر دير له كوبي هنا، كوبي تضغط هنا تقول له كولي، يعني باش تكون انت نفس المستوى هنا. باش تحركها دونك لاحظوا هنا كلو كونيسونس، وهكذا كوبي كولي. هنا جينا فوليم اورير، نضغط هنا فوق السهم نحرك كيما نحب. شوف تبقى لي مود ايفالياسيون، نزيد لو كوبي كولي هنا. فوالا، هذه بالنسبة للنيفو الأول، مثلا 1 2 3 4 كاين اللي يدير بيبليكسيبل. دونك هنا مثلا دوكا كيفاش نربط بين هادو، هنا كاين هذا الرسمة هذه، وهنا عندي لي لين. اسكو ديرهم دي دارك ولا سبلاين، يعني مود سبلاين ولا لين. شوفوا مليح كيفاه دايرين هنا لي زارك. دونك نخير مثلا ارك، والكولير تاعو شوفوا مليح الكولير. دونك الكولير دونك هذا هو نفسه. السهم هنا بداية تاعو النهاية، راح نحطه هنا ونرسم هنايا. نحط الكلمة اللي تجي تربط بينات. شوفوا مليح هنا السهم جاني مقلب، دونك راح نقدر نعكسو مباشرة هنا
نديلو هذه البداية، وهنا نحيلو تاعو ارك كولير مثلا، فوالا ليبيسور تاعو، هنا نكبرو لي زيبيسور تاعهم باش يجيو يبانو كيما هكا، فوالا نقدرو نقصو فيه شوية ها باش تكون واضحة. اسيو باش تكون لاكارت كونسيبتيال تاعكم يعني واضحة وتكون سيمتري شوية، ماشي تكون يعني مخلطة بزاف. فوالا نفس الشي نكملو، نكمل نفس الشي هنا، نضغط هنا نديرهم بنام كولير، دوك نحب نعكسهم. شوف قلنا هذا راهو ارك، انا باش نسيليكسيوني ها نديرو ارك نفس الكولير كات نضغط باش نحطو كلمة تاعو. هنا الكلمة تاني تقدر ديرها مثلا غرا ولا تخليها كإيطاليك يعني كيما تحب انت. شوف ديرها مثلا بالدوز دوز، حافظ على نفس الستيل بالدوز. نزيد نكمل هنا كمل. الكلمات هادو مهمين يربطوا بين هذه وهذه، سما هنا الكلمة هذه اي تربط لك بين الديسان. نزيد نكمل الرسمة الأخيرة ارك، فوالا مود d'évaluation de cours. On a dit نفس style arc. Voilà, très bien. Très bien. On va faire un نايا القوس